السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله بإذن الله النهارده هناخد آخر جزء ان شاء الله في برنامج الباوربوينت، وأهم جزء بالنسبة لي. يا ريت الناس اللي ما سلمتش المشاريع تسلمها. الباوربوينت آخر ميعاد يوم الخميس، تمام؟ هتعمل موضوع من اختيارك، زي أوريكم أنا موضوع معين للمشروع بتاع الباوربوينت، هيكون بنفس الشكل اللي أنا عامله ده دلوقتي أهو. ده مشروع بسيط باوربوينت متكلم شوية عن المتصفح نفسه جوجل، موضوع من اختيارك، حاجة سريعة كده بس. هتستخدم لي زي ما قلنا الترانزيشن والانيميشن والسلايد شو اللي هو الانتقالات والمؤثرات وشاشة العرض. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعرض الشغل بتاعي، يا اما اف 5 يا اما اروح على زرار اسمه فروم بيجيننج او من البدايه. بصوا كده انا بعرض اهو، انا استخدمت انتقالات ومؤثرات. يعني دي المؤثرات والانتقالات اللي انا استخدمتها، ده الترانزيشن شكل الدخول للشريحة. ترانزيشن شكل الدخول للشريحة. طيب الادوات او الحاجات الموجودة داخل الشريحة بعمل لها انيميشن زي ما انتم شايفين بالشكل ده. عايز مشروع بسيط زي ده. دي النهاية بتاعتي. بس كده انا خلصت الباوربوينت او العرض التقديمي. هنتعلم ان شاء الله مع بعض النهارده نعمل كل ده ازاي. كنا حافظين حاجه بالشكل ده اهو، هنبتدي نشتغل عليه. جيت انا انشأت مثلا صفحه فاضيه بالشكل ده، ورحت على قائمه انسيرت اللي هو ادراج. لو عايز اضيف فيديو، احنا كنا خدنا في انسرت اخر حاجه خدنا ايه؟ خدنا الايكويشن والسيمبل، كنا وقفنا عند الريفيو والفيو، الريفيو والفيو. طيب قبل ما ادخل على الحاجات الجديده نخلص القديم الاول. طيب ريفيو، عندك اول حاجه اسمها السبيلنج اند جرامر، يعني لو عندك كلمه غلط وصححها عن طريق اللي هو التصحيح الإملائي اللي هو spelling and grammar. طيب لو عايز الكلمة واجيب كلمة مشابهة ليها serious، يعني نفترض مثلا أدرجت حاجة بالشكل ده، عندي أخطاء بروح على ريفيو وأقول له سبيلينج أند جرامر اللي هو التصحيح الإملائي، فقال لك أنت عايز تصحح إيه؟ كلمة كويك عايز تعمل لها إهمال ولا عايز تعمل لكل كلمة كويك الموجودة في البرزنتيشن؟ عندك أكتر من كلمة اسمها كويك، لو عايز تعمل لهم كلهم إهمال. لو عايز تضيف الكلمة اللي انت واقف عليها للقاموس add to dictionary. طب لو عايز اغيرها change، يعني انا عايز اغيرها بالشكل ده واقول له change. طيب لو عايز اغير
كل كلمات كويك اللي موجودة في البرزنتيشن تشينج اول quick هنا quick لو عايز تسمعها. quick quick اهو قال لي انت كده عملت تصحيح املائي. طب لو واقف على كلمة كويك وعايز اجيب الكلمة المشابهة ليها حاجة اسمها السيريس او الكلمات المشابهة لكلمة كويك، فاست، عندك برضو كلمات تانية اهو سبيد وهكذا، فده لو عايز اجيب الكلمات المشابهة ليها. طيب ترانسليت، ترانسليت بيعمل لك ترجمة ترانسليت بيعمل لك ترجمة للبرزنتيشن. لو عايز احوله من انجليزي العربي او من عربي الانجليزي، بس لازم اكون متصل بالانترنت. طيب اللانجوج، واقول له حاجة اسمها اللانجوج بيرفورمانس، فتح ليك اللي هي تغيير اللغة بتاعة البرنامج اللي احنا خدناها من فايل بعد كده اوبشن. طب انا لو محدد كلمة زي دي ورحت على حاجة اسمها نيو كومنت واكتب التعليق بتاعي اللي انا عايزه، السهم ده معناه انا موافق على التعليق. جيت هنا حددت كلمة معينة وعملت كومنت كلمة معينة وعملت كومنت. طيب انا لو قلت له نيكست اهو وقفل على الكومنت الاولاني او التعليق الاولاني، نيكست التعليق اللي بعده، طيب بريفيوس التعليق السابق، بيرجع خطوة لورا، ديليت، ديليت لو عايز احذف التعليق اللي انا واقف عليه اهو، اما ديليت اول كومنت بيحذف لك كل التعليقات. طيب هنا شو كومنت ده لو عايز اعرض الكومنتات بتاعتي اهو، انا كده خفتها. طريقة العرض، كومبير لو عايز اعمل مقارنة ما بين ملفين برزنتيشن. طيب ده بالنسبة للكومنت، هحذفهم ازاي من ديليت؟ اقول له ديليت اول كومنت، يعني هتحذف لي كل التعليقات. طيب عندك بعد كده قائمة اسمها فيو، عندك اول خمس اوامر اللي هو البرزنتيشن فيو، طريقة العرض بتاعت الباوربوينت. النورمال ده الوضع الطبيعي، ده الاوت لاين، الاوت لاين ده السلايد سورتر، بيجيب لك سؤال في الاختبار الدولي اعمل لي او غير طريقة العرض الى طريقة المرتبة او السلايد سورتر. طيب النوتس بيج هتكون ظاهرة بالشكل ده لو عندي صفحة وعايز اكتب عليها ملاحظات من تحت. طيب الريدنج فيو وضع القراءة زي ما انتم شايفين كده، يبقى انا الوضع الطبيعي هنا النورمال، بمعنى الكلام دي معناه دي طريقة العرض بتاع الباوربوينت اللي انا بلاقيها من فين؟ من تحت برضو التلاتة اللي جنب بعض او الاربعة اللي جنب بعض. طيب عندك حاجة اسمها الماستر فيو، تعالوا كده نختار حاجة اسمها السلايد ماستر وجيت هنا مثلا كتبت اي حاجه، هنا بيدري لك شرائح جاهزه، اغير دي مثلا وابتدي اكتب زي ما انا عايز. ابتدي اعدل زي ما انا عايز، ده اللي هو السلايد ماستر. هنا لو عايز اعمل انسرت، ده هنا لو عايز اعمل له رينيم، فانا رحت شلته خالص. طيب عندك بعد كده الرول، المسطره، ده لو عايز اظهر او اخفي المسطره من شو. طيب الجريد لاينز، الشبكه البيانيه اهي اللي انت شايفها. طيب الجايدز بيقسم لك السلايد عندك اربع ارباع، بيجيب لك المنتصف فين بالظبط.
طيب النوتس، النوتس هتكون ظاهرة ملاحظات من تحت، بيقول لك سؤال اظهر النوتس او الملاحظات الخاصة بايه بالشريحة. انا لو كتبت ملاحظات من تحت وعايز اخفي الملاحظات دي، هي موجودة، اروح ادوس ثاني على كلمة نوتس، اختفت اهي، تختفي وبتظهر. طيب الفيو دايركشن بصوا بيعمل لي ايه، الشرائح نفسها اللي موجوده ناحيه اليسار انا هخليها ناحيه اليمين، رايت تو ليفت، من اليمين الى اليسار، يا اما ليفت تو رايت، من اليسار الى اليمين. طيب الزوم ده بيعمل لك زوم على الباوربوينت، بتكتب هنا نسبه الزوم بتاعتك. طيب فيت تو ويندو دي برضه خاصة بالزوم على حسب ما انت، اذا كنت ظاهرة او خفية. لو انا عامل لها اخفاء فمش هتظهر، طب لو انا ظاهرة، لو عامل لها اظهار تلاقيها ظهرت معاك. طيب ده بالنسبة للزوم اللي انا برضه بعمله من فين، من تحت. طيب هنا بيقول لي الكلر او الجراي سكيل، الكلر معناه ان العرض التقديمي بتاعي كله ايه، الوان. تعالوا كده نختار حاجة اسمها جري سكيل، خلالك العرض التقديمي بتاعك اللون الرمادي. طب هقول له باك تو كولر فيو، يعني ارجع لي تاني لوضع الالوان. لو عايز اخليه مثلا ابيض واسود هقول له بلاك اند وايت. اختار بلاك اند وايت، فانا خليته ابيض واسود. هنا نيو ويندو بيعمل لي ايه؟ لو جيت وقفت تحت ففتح لي نافذه تانية او جنبها، ده نيو ويندو. طب لو قلت له ارينج اول، خلالك الملفين اللي انت فاتحهم جنب بعض. طيب الكاسكيد خلهم لك ايه، افتح ده وافتح الملف التاني واروح اقول له من فيو كاسكيد، خلى لك الملفين تحت بعض، ملفين تحت بعض بالشكل ده. طيب الموف سبليت، بيعمل لك زي عملية انشطار. طيب السويتش ويندو بيقول لك انت فاتح كام ملف في باوربوينت، كام برزنتيشن، كام عرض تقديمي. تختار من هنا الملف اللي انت عايزه، مثلا اخترت ده راح فتحه. طيب ده بالنسبة للريفيو وفيو. عندك في قائمة انسيرت، عندك انا كده اعتبر خلصت الحاجات القديمة، الحاجات اللي هي بتتكرر معايا هي هي. هنبدأ بقى دلوقتي في الحاجات اللي هي بتميز الباوربوينت عن الوورد. عندك ديزاين، ترانزيشن، انيميشن، سلايد شو، دول جداد. طيب انسرت، عندك اخر جزء اللي هو الميديا. طيب احنا تعودنا ان انسرت انا بدرج من خلالها. طب لو قلت لك ان انا عايز ادرج فيديو، هروح من ميديا هختار حاجه اسمها فيديو. طيب انت عايز تدرج فيديو من الجهاز ولا فيديو اونلاين؟ تختار الفيديو اللي انت عايز تدرجه، this device مثلا، وتروح تختار الفيديو اللي عايز تعمل له ادراج او له انسرت. انا عملت ادراج ليه في المكان اللي واقف فيه اهو، برضو هنعمل فيديو بسيط. هنا الفيديو اهو، ادي الفيديو اللي انا عملت له ادراج. طيب اول ما ادرج فيديو هتلاقي فيه اعدادات ظهرت من فوق، حاجه اسمها الفيديو فورمات والبلاي باك. الفيديو فورمات لو قلت له بلاي اهو هيشغل فيديو. طيب الكوريكشن، شكل الفيديو نفسه بيعمل لك زي تصحيحات ليه. طيب الكلر برضو بيظهر ليك
تنسيقات الوان اكتر. طيب الريسيت ديزاين، لو كنت عملت تصميم معين بالشكل ده اهو، غيرت مثلا خليت الفيديو كده اهو، ورحت قلت له ريسيت ديزاين، رجع الفيديو زي ما كان، ريسيت بيرجع لي الحاجه زي ما كانت. طيب ريسيت ديزاين اند سايز، هيرجع التصميم والحجم زي ما كان. ده اللي هو الفريم، لو عايز اعمل فريم اللي هو اطار للفيديو بتاعي. ده هنا الفيديو ستايل، دي كلها ستايلات خاصه بالفيديو زي ما انتم شايفين كده، بختار الستايل المناسب اللي انا شايفه اهو. طيب الفيديو شيب، انا عايز احول الفيديو لشكل من الاشكال دي اللي انتم شايفينها اهو، حولته للشكل اللي انا عايزه. طيب الفيديو بوردر، الحد الخارجي بتاع الفيديو، قلنا ده اللي هو الويت، ده الحد الخارجي بتاع الفيديو بتاعي. طيب الفيديو افكت، هتلاقيها تأثيرات اكتر عندك على الفيديو بتاعك اهو، دي كلها تأثيرات. طيب لو عندي فيديوهين تحت بعض وعايز اخلي واحد من قدام، يبقى اقول له برينج تو فرونت، يعني احضار للامام، عايز اخليه في الخلف سند تو باك اللي هو ارسال للخلف. سيلكشن بين، بيظهر ليك اللي هو العناصر اللي انت ضايفها فين في الباوربوينت اهو، انا بقفلها كلها. طيب اقول له شو اول، هيظهر كله، هايد اول بيخفي كله. علامه القفل، لو قفلته مهما احرك في الحاجه مش هتتحرك او بالشكل ده، انا كده فتحته. شيل دي، عندك اللي هو الالاين المحاذاه اللي هو مكان الفيديو فين بالظبط، روتيت التدوير بتاع الفيديو، دوران زاويه الدوران، كروب لو عايز اعمل قص للفيديو، ده لو عايز اقصه. طب الهايت والويتس، الارتفاع والعرض بتوع الفيديو، ارتفاع والعرض بتوع الفيديو. طيب طيب عندي فيديو بالشكل ده، ورحت على تبويب اسمه بلاي باك، ورحت قلت له بلاي، هيشغل الفيديو. طيب لو قلت له حاجة اسمها تريم فيديو، تريم اللي هو التقطيع، يعني انا عايز اقطع الفيديو، عايز احط له هنا فين نقطة البداية، عايز اخلي نقطة البداية من اول هنا اهو، اسحب عليها. طيب نقطة النهاية اهي، خليها كده، يا اما من هنا بحدد وقت البداية الستارت تايم، وحدد من هنا اللي هو الاند تايم. ده بص بيعمل لي ايه، ده بيطلع لي خطوة لقدام، ده بيرجع خطوة لورا، ده بيشغل. خلصت اقول له اوكي، فيعمل لي تقطيع الفيديو عن طريق اللي هو الحاجات اللي انا سايبها في الاول دي وفي الاخر مش هتكون موجوده عندي في الفيديو، فاقول له اوكي فيحفظه لي بالشكل ده. طيب هنا بيقول لي ستارت، انا لما اجي اعمل عرض تقديمي اللي هو عن طريق ان انا بروح على سلايد شو واقول له فروم بيجيننج بالشكل ده، هل انا عايز الفيديو يشتغل لوحده اول ما يفتح الصفحه، ولا لازم انا اللي ادوس كليك؟ طب لو قلت له ان كليك، يبقى لازم انا اللي هو ادوس كليك. طيب اوتوماتيك، هخليه لوحده بمجرد ما هيدخل على الفيديو هيعمل ايه؟ هيشغل معاك الفيديو بتاعك. ده اللي هو الهايت الصوت بتاعه لو عايز اظبطه من الفوليوم الحجم. طيب ده بالنسبه للفيديو واعداداته. طيب رحت على انسرت، ورحت قلت له ايديو اللي هو صوت، لو عندي صوت من جهاز الكمبيوتر هقول له ايديو اون ماي بي سي، بي سي اللي هو البيرسونال كمبيوتر، كمبيوتر الشخص،
واختار الصوت اللي انا عايزه، يا اما اديو راح اقول له ريكورد اديو هتعمل لي هتسجل لي الصوت اهو، فظهر بالشكل ده. فبيقول لي النيم اللي هو اسم الريكورد، سميه مثلا باور بوينت. الدايره اللي جواها لون احمر هدوس عليها، انا كده شغال، هو كده شغال بيعد اهو التوتال ساوند لينس الثواني اهو بيعد معايا الثواني. خلصت شايفين المربع هتدوس عليه، بعد كده اقول له ايه اوكي اهو ده الصوت اتضاف معايا. انا كده ما بحبش اسمع صوتي، فادي الصوت عندك شغال، هو كده شغال، فانت تبتدي بعد كده تسجل الصوت زي ما انت عايز وتحطه في المكان اللي انت عايزه. نفس ما ظهر عندك في الفيديو ظهر معاك في الايديو برضو، دي الاعدادات الخاصة بايه بالصوت. البلاي باك نفس القصة، لو عايز اعمل تقطيع لايه للصوت انا عايزه يبدأ امتى، يبدأ اوتوماتيك ولا لما ادوس عليه كليك. انا بيقول لي نو ستايل بلاي ان باك جراوند، ان هو يشتغل في الخلفية. نفس اعدادات الفيديو اللي عندك. طيب دلوقتي انا عملت محاضرة او هعمل محاضرة وعايز اسجل المحاضرة صوت وصورة، هروح اقول له حاجة اسمها سكرين ريكوردينج، فظهر بالشكل ده. بيقول لي اعمل سيلكت للاريا، حدد المنطقة اللي هتاخد عليها سكرين شوت او اللي هسجل عليها اهو. رحت على سيلكت اريا ومن علامه الباص رحت حددت ايه الشاشه كلها. علشان ابتدي اسجل اروح على الدايره اللي باللون الاحمر، هيعد معاك 3 2 1. كل اللي انا بعمله دلوقتي فبيسجل معايا كل حركه انا بعملها صوت وصوره اهو، صوت وصوره كل ده بيسجله معايا. طيب انا دلوقتي جات لي مكالمه تليفون وعايز اعمل ايقاف لفتره صغيره، اللي هو العلامتين اللي جنب بعض المستطيلين اللي بالطول اللي جنب بعض، انا كده وقفت، عايز ارجع اكمل ادوس عليه تاني هتلاقيه بيعد اهو. الايديو معناها الصوت بتاعي الحركه، هنا الريكورد باونتير المؤشر بتاع الماوس انت وشغال يظهر. خلصت وعايز احفظ هدوس على المربع هلاقيه ايه اللي حصل، تم ادراجه داخل البرزنتيشن اهو. كل اللي انا بعمله دلوقتي فبيسجل معايا كل حركه انا بعملها صوت وصوره اهو، صوت وصوره كل ده بيسجله معايا زي ما انتم شايفين. وبرده ظهر معاك من فوق اعدادات الفيديو واعدادات اللي هو الفيديو فورمات التنسيقات الخاصه بيه، وحاجه اسمها البلاي باك اللي هو لو عايز اعمل تقطيع للفيديو بتاعي. طيب لو انا مستقبل وانا عايز اسجل، ممكن تفتح الباوربوينت عندك، تفتح الباوربوينت عندك وتعمل الطريقه اللي انا عملتها. انت عايز تحفظها، انت خلصت ادي خلصت الفيديو عايز تحفظه، كليك يمين على الفيديو اهو، كليك يمين على الفيديو اللي عايز تحفظه وتقول له حاجه اسمها سيف ميديا از، يعني انت عايز تحفظ الميديا او الملف الصوتي او الفيديو اللي انت عملته عايز تحفظه، هتقول له حاجه اسمها ايه سيف ميديا از، كليك يمين على الفيديو واقول له سيف ميديا از، وتروح تحدد مكان الحفظ فيحفظه لك بصيغه ايه ام بي 4 واقول له سيف. بمجرد ما هتروح على سطح المكتب هتلاقيه اتحفظ اهو على سطح المكتب اهو، اتحفظ كفيديو. كل اللي انا بعمله دلوقتي فبيسجل معايا كل حركه انا بعملها صوت، ادي حفظ لي الفيديو. يبقى اخر 3 ادوات الفيديو والايديو والسكرين ريكوردينج، لو عايز اضيف فيديو او صوت او اعمل
أسجل الشاشة بتاعتي كصوت وصورة. الشكل أو الستايل أو السيمز بتاع الباوربوينت مش عاجبني، عايز أغيره. بروح على حاجة اسمها ديزاين أو تصميم، بختار من السيمزات عندي السيمز المناسب لي. أهو تختار السيمز، تنزل بسهم لتحت تختار برضو دي سيمزات تانية أكتر، بتختار منها المناسب ليك أنت. بروح اضغط كليك شمال عليه، لقيت طبق معايا على ايه، على كل البرزنتيشن او العرض التقديمي اللي انا عامله. طيب دلوقتي انا واقف على الشريحه دي وعايز اغير الستايل بتاعها، انا مش عايز اخليهم كلهم بنفس الستايل. لو جيت ضغطت كليك شمال اتطبق على كله، لا انا عايز اغير ستايل الشريحه اللي انا واقف عليها دي بس. هروح من فوق اختار الستايل، اضغط كليك يمين عليه واروح اقول له ايه، حاجه اسمها ابلاي تو سيلكتد سلايد، يعني تطبيق على الشريحه المحدده. اللي حصل ايه، طبق لي الستايل على الشريحه اللي انا واقف عليها بس. اهو تاني لو جيت ضغطت كليك شمال هيتطبق على كله. طب انا مش عايز اطبق على كله، انا عايز اطبق على الشريحه اللي انا واقف عليها بس. هتضغط كليك يمين، انا واقف على الشريحه رقم 8، فهتضغط كليك يمين على السيمز اللي عندك وتقول له حاجه اسمها ابلاي تو سيلكتد سلايد، يعني تطبيق على الشريحه المحدده فقط. طيب كل سيمز انا بعمله بتظهر لي ستايلات اكتر، دي السيمزات ودي الستايلات الخاصه بكل سيمز اهو. بالشكل ده، فكل سمز انت بتختاره بيظهر ليه اشكال تانية ناحية اليمين، تختار الشكل المناسب اللي انت عايزه. طيب عندك بعد كده حاجة اسمها الكستمايز، عندك حاجة اسمها السلايد سايز حجم الشريحة، عندك حاجة اسمها الوايد سكرين، وعندك حاجة اسمها الستاندرد. تعالوا ندوس على ستاندرد واقول له بعد كده ماكسمايز، خلالك الشرائح كلها ايه، مربعه مربعه. لكن لو اخترت حاجه اسمها الوايد سكرين خلالي مستطيله بالشكل ده. طيب هروح على سلايد سايز واروح اقول له ايه، كاستم سلايد سايز، يعني حجمه مخصص، انا عايز حجم معين. طيب هنا بيقول لي الويتس اللي هو العرض، عرض الشريحة بتاعتك، وهنا الهايت ارتفاع الشريحة، انا عايز ارتفاع الشريحة يكون قد ايه. طيب بالنسبة لو عامل ترقيم للصفحات، انت عايز الترقيم يبدأ من اول كام، نمبر سلايد فروم، يعني ارقام الصفحات من، يبدأ من الشريحة 2 ولا الشريحة 3 ولا الشريحة 4، او الترقيم نفسه او الترتيب نفسه الارقام. انا بعمل شريحة 1 2 3 4 اللي هو رقم الشريحة او رقم الصفحة، انا عايز الرقم يبدأ من كام، يبدأ من 2، يبدأ من 3، يبدأ من 4، فانا بختار من هنا يبدأ من كام. طيب طيب عندك بعد كده ناحية اليمين في حاجة اسمها الاورينتيشن، اتجاه العرض. الشريحة نفسها انا عايز اتجاه العرض بتاعها بورتريت رأسي اللي هو بالطول، ولا عايزه لاندسكيب افقي بالعرض. تختار من هنا اتجاه العرض بتاع الشريحة. طيب النوتس، الملاحظات اللي من تحت عايزها ايه، برضو افقي اللي هو لاندسكيب، ولا عايزها رأسي. بعد كده بعد ما تخلص تقول له اوكي. طيب حلو خالص لحد الان، ده بالنسبه للسلايد سايز.
عندك بعد كده حاجة مهمة اسمها الفورمات باك جراوند. عندي حاجة اسمها فورمات باك جراوند اللي هو التنسيقات الخلفية بتاعتي. أول ما أدوس على فورمات باك جراوند عندك حاجة اسمها الفيل، لون التعبئة للباك جراوند الخلفية بتاعتك. لو جيت اخترت حاجة اسمها السوليد فيل ونزلت من تحت على كلمة اسمها كلر ورحت اخترت لون من الألوان، ايه اللي حصل؟ لون الخلفية تاني من فورمات باك جراوند والسوليد فيل، بختار من الكلر اللون اللي انا عايزه بالشكل ده. ده لون الخلفية اللي انا واقف عليه، الشريحة اللي واقف عليها اللون بتاعها. طيب الترانسبيرنسي الشفافية بتاعت اللون، اهو الشفافية بتاعت اللون. طيب تاني حاجة في حاجة اسمها الجريديانت فيل اللي هو اللون التدريجي. اللون التدريجي بعمله ازاي؟ من حاجة اسمها كلر، اهو تختار اللون التدريجي اللي انت عايزه. انا اختار اللون ده فعمل لك لون تدريجي منه. بس ليه حاسس ان في لون تاني؟ شايفين المستطيلات دي اللي جنب بعض؟ فكل مستطيل حاطط عليه لون، انا عايز اغير اللون بتاع المستطيل ده، هقف عليه واختار من الكلر مثلا اللون الاصفر، اقف على المستطيل التاني واختار من الكلر مثلا لون تاني، اقف على المستطيل ده واختار لون اخير، فظهرت بالشكل ده. طيب انا واقف على ده اللون الاصفر وعايز اعزفه من علامة الاكس اللي هو ريموف جريديانت ستوب. طيب عايز ازود واحده من علامه البلس اللي هو الاد او الاضافه، انت بتزود واحده اسحب وتحرك زي ما انت عايز. طيب البوزيشن المكان نفسه بتاع اللون التدريجي، ترانسبيرنس الشفافيه، البرايتنس زي ما انتم شايفين كده زي حاجه كده زي النعومه بتاعته. طيب عندك هنا حاجه اسمها البرسيت جريديانت، ليها بيظهر ليك برضو الوان تدريجيه تاني اهي. طيب النوع بتاع اللون التدريجي انا عايزه بالشكل ده راديال ولا لينير كخط ولا عايزه كباس ولا عايزه كمثلا شيد فروم تايتل ولا عايزه حاجه اسمها ريكتانجل او مستطيل. ده شكل اللون التدريجي. طب الدايركشن اتجاه اللون التدريجي عايزه ازاي بالظبط؟ الانجل الزاويه الخاصه باللون التدريجي. مش دايما كل الالوان بيظهر لك اللي هو الانجل او الزاويه. طيب لو عايز اعمل ريسيت خلاص انا مش عايز الالوان الكتير اللي انا عملتها، اقول له ريسيت باك جراوند. عايز اعمل له تطبيق على كل الشرائح ابلاي تو اول، هتلاقيه اتطبق معاك على كل الشرائح. ده بالنسبه للون التدريجي. طيب البيكتشر اور تيكتشر، من تحت في كلمه اسمها تيكتشر، دي برضو الوان اكتر. طب لو عايز اخلي الخلفيه بتاعت صوره من بيكتشر سورس هقول له انسرت واجيب صوره من جهاز الكمبيوتر واخليها خلفيه عندي انسرت، بس انا خليت الصوره كخلفيه، خليت الصوره كخلفيه. طيب حاجه اسمها الباترن فيل اللي هي الخطوط المربعه زي ما انتم شايفين بالشكل ده، حاجه اسمها الفور جراوند اللي هي الطبقه الاماميه وحاجه اسمها الباك جراوند الطبقه الخلفيه، لونين فوق بعض اهو بتختار منهم. الهايد باك جراوند جرافيك ده لو عايز اعمل له اخفاء مثلا انا وشغال. طيب انا مش عايز كل اللي انا عملته ده وليه اتعب نفسي، اقول له ريسيت على طول. فده بالنسبه لقائمه ديزاين خاصه بايه؟ بس بالباك جراوند او الخلفيه بتاعت الشريحه بتاعتك. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها الترانزيشن والانيميشن. الترانزيشن اللي هي الانتقالات يعني شكل الدخول للشريحه، والانيميشن اللي هي المؤثرات بس خاصه بالاليمنت او العناصر الموجوده داخل الشريحه. طيب
انا دلوقتي قلت له ترانزيشن، طيب ترانزيشن الانتقال يعني شكل الدخول للشريحة، قبل ما يدخل على الشريحة ايه الشكل اللي يدخل بيه؟ هروح عند حاجة اسمها ترانزيشن واختار الشكل اللي انا عايزه، اهو ده شكل الدخول للشريحة. طيب اي شكل بختاره بتلاقي ليه تأثيرات، افكت اوبشن. طيب في اشكال ملهاش تأثيرات؟ اه في اشكال ملهاش تأثيرات، يعني زي الستارة ملهاش تأثيرات. تختار الترانزيشن بتاعك، وكل ترانزيشن زي ما قلنا بيكون ليه افكت اللي هو تأثيرات. أنا عملت الشكل ده، ورحت على حاجة اسمها الساوند، ورحت اخترت صوت زي ده. بصوا كده اللي بيحصل، الصوت اللي بيعمله في الانتقال في الترانزيشن شكل الدخول للشريحة، هو وداخل على الشريحة ايه الصوت اللي يدخل بيه؟ من الساوند تختار الصوت. طيب الديوريشن، بصوا كده الديوريشن بتعمل ايه معايا. لو خليتها واحد وقلت له بريفيو، شكل الدخول للشريحة المدة نفسها بتاعت شكل الدخول أو مدة الدخول نفسها هي اللي متحكمة فيها duration. أو رحت أنا اخترتها مثلا خليتها 9 قلت له بريفيو، هتلاقيها بطيئة جدا أهي بالشكل ده. فالديوريشن المدة بتاعت الترانزيشن، الحركة اللي بيتحرك فيها الانتقال المدة بتاعته تكون قد ايه. طيب الصوت اللي انا عملته والمدة اللي انا عملتها والترانزيشن اللي انا اخترته، لو عايز اعمل له تطبيق على كل الشرائح، يعني بدل ما اروح على كل شريحة واعمل اللي انا عملته تاني، اروح اقول له على كلمة اسمها apply to all، يعني طبق لي الترانزيشن اللي انا اخترته مع الساوند مع الديوريشن يعني الانتقال مع الصوت مع المدة، طبقهم على كل الشرائح. فأقول له apply to all، فلاقيها اتطبقت معايا على كل الشرائح بتاعتي. طيب دلوقتي لما اجي اعمل سلايد شو بالشكل ده، علشان اتحرك ما بين الشرائح لازم استخدم يا اما الماوس، اضغط كليك على الماوس، يا اما الدايركشن الاتجاهات بتاعت لوحه المفاتيح، اهو اتجاهات لوحه المفاتيح. طب انا مش عايز الكلام ده، انا عايزه يتحرك اوتوماتيك لوحده. بدل ما انا في الادفانس سلايد مختار اون ماوس كليك، اون ماوس كليك معناها ان انا لازم اضغط، هشيل علامه الصح من عليها واروح اختار حاجه اسمها افتر، يعني بعد مدة 5 ثواني، اللي في النص ده ثواني، بعد مدة 5 ثواني عايزك تدخل على الشريحة اللي بعدها. هعمل سلايد شو ومن غير ما ادوس على اي حاجة. يعني حتى الانيميشن او المؤثرات اللي من جوه تتحرك خلال 5 ثواني، اهو دخل على الشريحة اللي بعدها، 5 ثواني هدخل على اللي بعده اهو. فمعناها من غير ما انا ادوس على لوحة المفاتيح او الماوس فبيتحرك معاك اوتوماتيك او تلقائي. كل انا بعمله ده ينفع على اي شرائح، ايا كان نوع الشرائح، ايا كان الطيب او نوع الشرائح. فالادفانس سلايد انا لما اجي اعمل العرض التقديمي بتاعي عايزه اون ماوس كليك، لو دست على الاثنين مع بعض معناها ان انت اصلا مش عامل افتر، فلازم تشيل علامه الصح من اون ماوس. اون ماوس معناها ان لازم استخدم الاتجاهات بتاعه لوحه المفاتيح، يا اما الماوس يا اما
لو عايز ان انا اخليه يتحرك اوتوماتيك في مده معينه هروح عند افطر اعلم عليها علامه صح. ده بالنسبه للترانزيشن او الانتقال شكل الدخول للشركه. عندك الانيميشن او المؤثرات، هي هنا مش متفعله. مش متفعله ليه؟ مش فاهمك يا هندسه، انت عايز تعمل تطبيق على اكثر من شريحه مع بعض مش العرض كله. يعني انت لو عندك 10 شرائح وعايز تعمل على 5 بس، لا هو الخيار المتاح عندك هنا انت تعمل على كله، حتى مش مديك اعدادات انت تعمل على جزء معين. الخيار المتاح عندك ان انت تعمله على كله. انا ما جربتهاش قبل كده، ما جربتهاش ان انا اطبق مثلا على 5 شرائح واسيب الباقي او ايا كان العدد. فابلاي تو اول بيعملها لك على كله. طيب زي ما الشريحه ليها شكل دخول، فالحاجات الموجوده داخل الشريحه اللي هي الاليمنت العناصر، اي حاجه ضايفها داخل الشريحه بعمل لها انيميشن. طيب ليه مش متفعله هنا؟ علشان انا مش دايس على الحاجه نفسها. يعني هروح على حاجه اسمها ديجيتال ترانسفورميشن اهو هلاقيها اتفعلت، فاروح اختار من فوق اللي هو شكل الدخول اهو. زي ما كان لكل ترانزيشن تاثير افكت، فلكل انيميشن برضو افكت. تختار الانيميشن، وهنا في حاجه اسمها الافكت اوبشن، التاثيرات الخاصه بالانيميشن بتاعك لازم احدده الاول واختار الانيميشن اللي انا عايزه. طيب دلوقتي انا واقف على الـ على الاليمنت ده او العنصر ده ومختار حاجه اسمها شيب، واقف على العنصر الثاني ومختار حاجه اسمها فلوت ان. طيب انا دلوقتي رحت عند العنصر الاولاني اللي مختار فيه شيب ورحت قلت له حاجه اسمها الانيميشن بينتر، بيعمل لك نسخ الانيميشن. اول ما ادوس عليه واروح اضغط بس على العنصر الثاني هيعمل لك نفس الانيميشن. ده شيب خلى لك الثاني برضه شيب. ازاي؟ بكون واقف على العنصر الاولاني او الاليمنت واروح اقول له حاجه اسمها الانيميشن بينتر اللي هو نسخ الانيميشن او نسخ التاثير، واروح احدد العنصر الثاني اللي عايز تنسخ عليه، اضغط عليه بس فحط لي نفس التاثير. طيب هنا الستارت، يعني ايه ستارت؟ دلوقتي هتلاقي من فوق مكتوب 1 اهو، ده الانيميشن الاولاني يعني ده اللي هيظهر الاول، واللي تحته ده 2 معناه ده اللي هيظهر بعده. اول ما اعمل بريفيو فده هيظهر الاول والاف دي تي سي ظهر بعد كده. طيب انا عايز اظهر الاثنين مع بعض، انا واقف فين؟ على رقم 2 اللي متظلل باللون ده اللون الاورنج، تمام؟ هروح على كلمة اسمها start، هروح أقول له with previous. أول ما أقول له with previous إيه اللي حصل؟ قال لي إيه؟ 1، يعني معنى كده إن الاتنين هيظهروا مع بعض. الاتنين ظهروا مع بعض. طيب after previous بعد السابق، بعد السابق. يعني ويز بريفيوس هتلاقي الاثنين بيظهروا مع بعض. طب لا انا مش عايز الاثنين يظهروا مع بعض، من ستارت هختار حاجه اسمها اون كليك اهو، معناه ان ده هيظهر الاول ثم ده الثاني. ده بالنسبه لستارت. طيب قلنا في الترانزيشن ان الديوريشن المده بتاعه الانتقال. طيب الديوريشن في الانيميشن المده بتاعه التاثير، المدة اللي بيتحرك فيها التأثير. دي مدة التأثير بتاعتي. دي هي مدة التأثير، يعني الحركة نفسها بتاعت الانيميشن. اخليها مثلا 7 واقول له بريفيو، فالحركة تحسها بطيئة شوية. ارجع مثلا اخليها 2
هتلاقي الحركة سريعة شوية. طيب اديلي المدة ما بين كل انيميشن والتاني، يعني بعد ثانيتين يظهر معاك الانيميشن التاني، وتبدلي المدة بتاعة الانيميشن التاني بتاعك. انا دلوقتي واقف على الانيميشن رقم واحد، وده الانيميشن رقم اتنين، انا عايز اعكس ما بين الاتنين. اول ما اكون واقف على الانيميشن رقم واحد، انا عايز اخليه هو الانيميشن التاني، بدل ما يظهر في الاول يظهر يبقى الانيميشن التاني، هقول له حاجة اسمها الموف ليتر، هأخره خطوة اهو بيجي اتنين. طيب عايز اخليه تاني هو في الاول، يبقى انا هعمل له ارير، اللي هو ان انا هقدمك خطوة اهو، الواحد والاتنين بيتحرك، يبقى الموف ليتر بيسحبوا لك خطوة لقدام، ارير بيرجحوا لك خطوة لورا. طيب خلصت الشغل بتاعي وعايز اعرضه، هدوس على زرار الاف 5، يا اما هروح على حاجه اسمها السلايد شو واقول له فروم بيجيننج، يعني هتعرض الشغل بتاعك من البدايه اهو، هيعرضه لي من اول شريحه، يبقى فروم بيجيننج بيعرض الشغل بتاعك من اول شريحه. طيب انا واقف على الشريحه رقم 7 وعايز ان انا اعمل ايه؟ عايز اعرض الشغل بتاعي من الشريحة رقم 7 ايه؟ from current slide، تلاقي العرض بتاعك بدأ من فين؟ من الشريحة رقم 7 بالشكل ده. طيب حلو خالص. طيب هنا الكاستم سلايد او الكاستم شو، وراح اقول له نيو مثلا حاجه زي دي، واقول له اد، واقول له اوكي، واقول له شو. ده لو في شريحه معينه عايز تعرضها، كاستم معناها شريحه معينه اهو، اقول له كاستم شو واقول له نيو جديد، واروح اعلم على الشريحه اللي عايز اعرضها واقول له اد او اضافه، فهتضاف عندي هنا. خلصت اقول له اوكي، عايز اعمل له ازاله ريموف، ريموف اللي هو انتقال، برجعها لك تاني زي ما كان اهو، انا هضيف كل ده. طيب لو عايز اخلي الشريحه دي يطلع خطوه لفوق اهو، دي لو شرايح معينه عايز اعرضها، بس عايز انزله خطوه لتحت اللي هو الداون، واقول له بعد كده اوكي، هيعرض باللي انا مختاره. اديت لو عايز اعمل تعديل بالشكل ده، ريموف لو عايز اعمل له ازاله، كوبي لو عايز اعمل له نسخ. طيب عندك حاجه اسمها الهايد سلايد، يعني انا وبعمل العرض بتاعي هخفي الشريحه دي. شايفين ايه اللي ظهر؟ ظهرت الشريحه معاك بنسبه بهتان، وعمل لك شرطه على الرقم من بره، معناه ان الشريحه دي مخفيه. لما تيجي تعمل العرض بتاعك الشريحه دي مش هتبان. ليه؟ علشان انت خفيها اهو. الشريحه دي لو انا خفيها مش هتبان معايا في العرض. طيب الريكورد دي انا هعمل ريكورد بس لايه؟ مش للشاشه، انا هعمل ريكورد او هسجل البرزنتيشن او العرض التقديمي بتاعي. هسجل من اول فين؟ من اول الكرنت سلايد، الشريحه اللي انا واقف عليها دلوقتي اهو بالشكل ده. طيب لا انا عايز مثلا فروم بيجيننج، هتسجل من الاول، هيبتدي يسجل معاك من الاول، حتى الكاميرا بتاعتي ظهر من تحت، اقفلها ادي الصوت وابتدي اسجل الشغل بتاعي. طيب نرجع خطوه لورا، ده بالنسبه للسلايد شو والانيميشن والترانزيشن، اللي هو الانتقال ما بين كل شريحه والتانيه، اللي هو شكل الدخول للشريحه. انيميشن المؤثرات اللي هي على الاليمنت او العناصر الموجوده داخل الشريحه. سلايد شو لو خلصت وعايز ابتدي اعرض الشغل بتاعي. اخر حاجه هناخدها في الباوربوينت النهارده، لو جيت ضغطت كليك يمين على الشريحه،
لو جيت ضغطت كليك يمين على الشريحة ورحت وقلت له نيو سلايد، أدرج معاك شريحة جديدة. طيب أنا عايز أحذف الشريحة اللي أنا ضفتها، كليك يمين وأروح أقول له إيه؟ ديليت أو حذف. كده أنا حذفت الشريحة، كليك يمين على الشريحة من بره مش من جوه، من بره، وأقول له ديليت. طيب عايز أعمل تكرار للشريحة دي، أكررها هي هي، كليك يمين وهقول له حاجة اسمها دوبليكيت سلايد، عمل لي تكرار هي هي بالظبط. طيب لو عايز اغير لون الخلفية هقول له حاجة اسمها فورمات باك جراوند، اهو فورمات باك جراوند ظهر بقى معايا في الجنب، وابتدي اغير الالوان اللي احنا خدناها من شوية. طيب لو قلت له حاجه اسمها له هايد سلايد هيقفل الشريحه اهو. يبقى الطريقه الاولى من سلايد شو وهايد سلايد، يا اما كليك يمين واقول له هايد سلايد او هتعمل لي اخفاء للشريحه بتاعتي. طب لو عملت تنسيقات على الشريحه وضغطت كليك يمين عليها وقلت له حاجه اسمها ريسيت سلايد، ريسيت لو عامل تنسيقات المفروض يرجعها لك زي ما كانت. طب اللي اوت بيغير معاك الشكل بتاع الشريحة، مش بيحذفها، بيغير شكل التخطيط بتاعها. طيب هنا نيو كومنت لو عايز اضيف تعليق جديد، طيب اد سيكشن لو عايز اضيف قسم جديد. طيب ده بالنسبة لجزئية الباوربوينت. هنا لو ضغطت كليك يمين في حاجة اسمها اللينك to this slide، لو عايز اعمل لها لينك او ربط بالوان درايف، او عايز اعمل لها شير او مشاركة عن طريق مثلا ايميل، عن طريق عرض تقديمي اونلاين وهكذا. يبقى ده بالنسبة للباوربوينت. يبقى الجديد اللي خدناه النهاردة في انسيرت بقدر اضيف من خلاله فيديو وصوت، وان انا اعمل تسجيل للشاشة، ديزاين اللي هو السيمز او الشكل بتاع كل شريحة، وهنا فورمات باك جراوند الخلفيه، لون الخلفيه، ترانزيشن الانتقال شكل الدخول لكل شريحه. طب الانيميشن شكل الدخول بس للاليمنت او العناصر الموجوده داخل الشريحه. خلصت شغل وعايز اعرضه من حاجه اسمها سلايد شو واقول له فروم بيجيننج لو عايز اعرضه من الاول، يا اما ادوس على زرار الاف 5 يا اما اف ان مع اف 5. اما لو عايز اعرضه من الشريحه اللي انا واقف عليها دلوقتي هقول له فروم كرنت سلايد، يا اما شيفت مع اف 5، يا اما شيفت مع اف 5. ده بالنسبه للباوربوينت. كده احنا خلصنا الباوربوينت بكل ما فيه. وهندسه جربها كده، اعمل سكرين ريكوردنج اهو وتدوس على علامه الريكورد كده بيسجل معاك اهو. طيب جرب كده سجل من عندك متتكلمش، شوف هيسجل صوت الشخص اللي هو بيتكلم ولا بيسجل صوتك. جربها، الناس جربها وتقول لي. هنرجع ونقول برضو برامج الاوفيس ما عندهاش امكانيات عظيمه زي باقي البرامج اللي هي بستخدمها في المونتاج والجرافيك عموما، والموشن زي ما قلنا موشن ومونتاج وجرافيك، فليها استخدامات بس محدده. يعني لو جينا ضفنا مثلا فيديو فهتلاقي في ال دي فيديوهات للطلبة اللي كنت بديها التحول الرقمي، فيديو بالشكل ده في البلاي باك لما اجي اعمل تقطيع للفيديو فبيقطع معاك البدايات والنهايات، يعني حتى في المنتصف مش بيعمله. في برنامج مش فاكر اسمه، هندسة اسمه بصراحة سيدنا محمد،
حاول ابعت لكم الاسامي بتاعته، ابعت لكم الاسامي بتاعته. ان انا بشتغل على الباوربوينت يا اما على الزوم. انا ابعت لكم البرامج ممكن تسجلوا منها. تمام. حتى لما تيجي تدخل تكتب على اليوتيوب أو تدخل على المتصفح بتكتب برامج تسجيل الشاشة، تلاقي فيه برامج كويسة ظهرت معاك أهو. كامتازيا ده من أفضل البرامج اللي ممكن تسجل بيها، فعلا كامتازيا ده من أفضل البرامج اللي ممكن تسجل بيها. ما اعتقدش، انا شايف ان في برنامج تاني كويس، وده برضو اللي هو السكرين ريكوردر. ده برضو بسجل بيه الشاشة، اللي هو السكرين ريكوردر، يا اما زي ما قلنا اللي هو الكامتازيا. الاتنين دول والباند كام كده، انت عندك تلاتة، الباند كام، كامتازيا، وعندك اللي هو السكرين ريكوردر. دول افضل تلات برامج ممكن تسجل بيهم. في ناس بتستخدم برامج تانية بس دول افضل تلات برامج ممكن تشتغل عليهم، كامتازيا والباند كام وحاجة اسمها السكرين ريكوردر. ده بالنسبة للباوربوينت. بإذن الله إن شاء الله بكرة هنبتدي حل في الاختبارات الدولية الخاصة ببرنامج الباوربوينت، بكره ويوم الثلاث، الاثنين والثلاث ان شاء الله هنبدا في الاربع بعد ما نخلص الحلول بتاعت الاختبارات الدوليه، هنبدا في برنامج الاكسل. حد عنده سؤال بخصوص محاضره النهارده؟ الباوربوينت اسهل بكتير من الوورد، من اسهل البرامج اللي ممكن تتعلم عليها. السنه سهله عشان خاطر احنا الوورد اعتبر اخدنا كل حاجه بالتفصيل ممل فيها. فحتى لما تيجي نشرح الاكسل برضه هتلاقي ايه؟ تلاقي اغلب الاوامر متكرره تاني هي هي. على شكل الاكسل بس دي عباره عن خلايا. تلاقي فيه اختلافات بسيطه بس. يعني الفايل نفس القائمه. هوم هتلاقي الجزء الاول هو هو، وانسيرت هتلاقي فيه حاجات برضو هي هي، ريفيو في ريفيو وفيو نفس القائمتين، وتلاقي بعد كده فيه اختلافات بسيطه برضو هناخدها مع بعض بالتفصيل باذن الله. سكرين ريكوردنج هو بيسجل صوتك انت كشخص. لما تيجي تعمل سكرين على الجهاز، سكرين من انسيرت، تقول له سكرين ريكوردنج، وهيسجل صوتك انت كشخص او الصوت اللي موجود على الجهاز. يعني جرب انت تسجل مثلا انا بتكلم دلوقتي، شوف هيسجل معاك ولا لا. طيب حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال بخصوص محاضره النهارده؟ الناس تريح كويس. الباوربوينت اخر ميعاد تسليم المشروع يوم الخميس. احنا مدينا في مشروع الوورد يعني اكتر من ميعاد، مرة كان الثلاث، بعد كده الخميس، بعد كده الاحد، وتمد تاني. فياريت بعد اذن الناس تلتزم بالتسليمات. الباوربوينت اخر ميعاد يوم الخميس باذن الله. طيب حد عنده سؤال؟ محاضرة النهاردة فيها اي مشكلة؟ لا، الورد الخميس صعب. يعني باشمهندس احمد نزل للناس ان اخر ميعاد يوم الاحد. يعني حضرتك تقصد ان هو يوم الخميس كان اخر ميعاد، ولا هتسلموه الخميس؟ مطلوب مشروع باوربوينت. طيب يعني بعد اذن الباشمهندس احمد حسام عشان ننزل للناس ان اخر ميعاد يوم الاحد، هندي فرصه بس هيتسلموا الاثنين مع بعض، وورد وباوربوينت الاثنين مع بعض هتسلموا الخميس.
اتنين مع بعض سلموا الخميس، هندي فرصة تانية للناس. تمام، الوورد مع الباوربوينت. انا عايز اشوف الناس، عايز اشوف الشغل بتاع الناس، هل الناس استفادت من اللي احنا بنتكلم فيه في المحاضرات ولا لا، ولا مجرد كلامه بس بنقوله. اهم حاجة الاستفادة. الباوربوينت هتختار موضوع من اختيارك، يعني زي ما انا عملت كده، انا اخترت موضوع اهو بالشكل ده، موضوع عن جوجل، واتكلمت فيه. اتكلم زي ما انت عايز، غير التنسيقات زي ما انت عايز، الاستايلات، استخدم ديزاين، لازم تستخدم لي الترانزيشن، الانتقالات، استخدم الانيميشن. الاتنين دول اهم حاجة عندي، ترانزيشن والانيميشن. ديزاين ممكن تستخدم حاجة من الموجودة فوق، من السنزات الموجودة عندك. هتختار موضوع من عندك، موضوع من اختيارك، وهتتكلم عليه ما يجلش عن مثلا 10 صفحات، من 5 ل 10، وتختار اي موضوع يا هندسة، اي موضوع، حتى لو هتتكلم في موضوع خاص بمجالك. شوف المجال بتاعك ايه، واتكلم مثلا في من 5 شرائح ل 10 شرائح، اتكلم في الموضوع ده، وحط لي الترانزيشن والانيميشن. واول صفحة خليها فيها اسمك. تمام، طيب حد عنده سؤال تاني؟ ننهي المحاضرة. حد عنده سؤال بخصوص محاضرة النهاردة؟ ممكن بسيطة مع الناس. طيب احنا هنكتفي بكده النهارده هندسه ان شاء الله. بكره نلتقي في ميعادنا على الساعه 9 باذن الله، هنكمل او هنحل مع بعض الاختبارات الدوليه الخاصه ببرنامج باوربوينت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.